السلام عليكم، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. مواصفات جالاكسي F13 بحسب آخر التسريبات، هاتف رخيص وخرافي. كل هذا وأكثر أعزائي الكرام سوف تشاهدونه في هذا الفيديو، ولكن قبل بدء أتمنى منكم دعم القناة بقوة بالضغط على زر لايك والشارك وفعل زر الجرس، ولا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك وشكرا لك. يبدو أن سامسونج تعمل على هاتف جديد ضمن سلسلة الاف، حيث ظهر هاتف جالاكسي F13 اليوم على منصة الجيك بنش، والتي كشفت عن بعض مواصفات الهاتف بالإضافة لاختبارات الأداء. تفاصيل جالاكسي F13. تم رصد هاتف جالاكسي F13 القادم على منصة جيك بنش، والتي يحمل رقم الطراز SME1305F. وفيما يتعلق باختبارات الأداء، حصل الهاتف على 157 نقطة في الاختبارات أحادية النواة و587 نقطة في الاختبارات متعددة النواة. فيما يتعلق بالمعالج، كشفت القائمة أن الهاتف سوف يعمل بمعالج Exynos 850، وهو نفس المعالج الموجود في الجالاكسي F12 الذي تم إطلاقه في العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت. وفيما يتعلق بنظام التشغيل، سوف يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12. سوف يحتوي الهاتف على شاشة من نوع LCD مقاس 6x6 إنش بدقة Full HD Plus، وكثافة بيكسلات تبلغ 400 بيكسل لكل إنش، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة تبلغ 8 ميجا بيكسل. وتشير التسريبات أن الهاتف سوف يحتوي على كاميرا خلفية رباعية العدسة، حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل، والثانية بزاوية عريضة جدا بدقة 5 ميجا بيكسل، والثالثة والرابعة للماكرو والعمق، وكل منهما بدقة 2 ميجا بيكسل. بالإضافة إلى ذلك، تستعد الشركة سامسونج لإطلاق هاتف جالاكسي M53، والذي سيأتي خلفا لهاتف سامسونج جالاكسي M52. وكما ذكرت التسريبات أن الجالاكسي M53 يحتوي على شاشة من نوع سوبر أموليد مقاس 6x7 إنش، توفر دقة Full HD Plus مع معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز. سيكون لها فتحة ثقب في منتصف الكاميرا الأمامية، وسوف يعمل الهاتف بمعالج ميديا تيك ديمونسيتي 900 كما كشفت عن منصة جيك بنش. ما رأيكم في هواتف سامسونج، وخصوصا هذا الهاتف الاقتصادي الرائع الـ F13 ومواصفات هذا الهاتف؟ شاركوني آراءكم ضمن التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.